quiero felicitar al Ahly. في البداية بيحب يهني النادي الأهلي وسفارة ألمانيا على تنظيم البطولة. هو الحقيقة بيقول تنظيم رائع يعني ومميز. هي بالنسبة لهم كسفارة الأرجنتين يعني بيقول هي فرصة جيدة جدا عشان تفاعلوا مع السفارات الأخرى، مع الدبلوماسيين بلادهم، وبرضه مع المصريين اللي بيشاركوا في البطولة. سعيد جدا النهارده بقول، خصوصا عشان احنا كسبنا. بقول كانت المباراه صعبه ومقفوله في البدايه، ودي طبعا كبدايه كويسه جدا ان احنا خطوه على طريق ان احنا نتقدم في البطوله. هي دي عايز اوجه رساله يقول فيها ان دي فرصه ممتازه جدا للتواصل، ان كره القدم وسيله للتعارف والتقارب بين الشعوب، ودي بتقربنا مصر والارجنتين، بتقرب الشعبين من بعض ومع الدول الاخرى زي ايطاليا والدول الاخرى اللي بنتنافس معاهم. فدي فرصه جيده للتقدم يعني. بيهني على البطوله، ان شاء الله تكون بطوله ناجحه. بدايه كده احب اشكر اللجنه المنظمه، بامانه تنظيم رائع جدا جدا جدا، حاجه يعني خرافه كده، كاننا في بطوله فعلا حقيقيه. الحمد لله النهارده ربنا كرمنا بالثلاثه بونت، وان شاء الله يعني نتمنى ان شاء الله نكون في النهائي باذن الله. بجد التنظيم رائع جدا يعني. بيبقى فيه مشاركه، فيه طبعا الناس اللي هي النيتيفز، الناس اللي هم اصحاب الجنسيات بتوع السفارات، وطبعا العاملين المصريين بيبقوا موجودين برضو مشاركه، فطبعا بيدي تنافسيه اكبر، بتشوف ناس من كل الاماكن، فبتبقى بصراحه يعني انت بتنفتح على كل العالم، كل الناس بتشارك وكل الناس بتلعب، فبصراحه تنظيم رائع وفكره رائعه جدا جدا يعني، اكنه كاس عالم مصغر يعني. بس طبعا الفكره ككل، الفكره انت بتجمع العالم كله هنا في مصر، فده في حد ذاته يعني فكره جميله جدا، انت بتجمع العالم كله هنا في مصر. الفكره كمان رياضيا واخلاقيا، احنا بنتعلم اكيد الرياضه في المقام الاول اخلاق، فاحنا اكيد بنتعلم يعني هنا، بتعلم كسبت خسرت، المهم ان احنا نخسر يعني نخرج اصدقاء يعني. هو ده المهم في الموضوع يعني. النهارده ان شاء الله النسخه الثالثه من بطوله الاهلي الدبلوماسيه لبطوله السفارات، فيها 21 سفاره من الدول المختلفه. بدات النهارده ان شاء الله يوم 22، هيكون ماتش النهائي يوم 13 ابريل، على مدى هذه الاسابيع كل يوم جمعه وسبت. طبعا احنا من ساعه ما المهندس خالد المرتجي رئيس اللجنه المنظمه للبطوله كلفنا بهذا الملف، واحنا بنتابع مع المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بحيث احنا عملنا خطه امنيه لدخول الناس في يسر وجميع السفارات والجاليه بتاعتهم، واصدرنا الجهات الخاصه بهذا الامر. عملنا تنسيق مع جميع افرع النادي المختلفه، مع اداره التسويق، مع اداره العلاقات العامه، مع الخدمات، مع الامن الصناعي، مع الامن الطبي. عملنا تامين في كافه النواحي اللي تخص البطوله. طبعا احنا ما ننساش ان كان معانا الاستاذ هشام مرزوق اللي هو المنسق للبطوله من السفارة الألمانية، وإحنا بنشكر السفارة الألمانية على أنها تملي عارفة قيمة وقدر النادي الأهلي، قيمة وقدر مصر، فهي بنشكرها على أنها طبعا بتسعى أنها تقيم هذه البطولة كل عام. وطبعا فرع الشيخ زايد زي ما أنتم عارفين كده فرع من منظومة النادي الأهلي المتميزة الراقية العالية. إن شاء الله عملنا كل التأمينات في النواحي المختلفة والتنظيم على الوجه اللي انتم شايفينه، وإحنا طبعا هذا الكلام تحت إشراف المهندس خالد مرتكي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة. وإن شاء الله مباراة الافتتاح النهاردة الساعة 5 هيحضرها المهندس خالد مرتكي والسفير الألماني، وهتبقى بين ألمانيا وإنجلترا إن شاء الله. طبعا هذا الحدث بيدل إحنا في أي توقيت أنت بتيجي مصر، سفارات مختلفة 21 سفارة بالجالية بتاعهم بيتحركوا في أي وقت وفي أي توقيت جوه جمهورية مصر العربية، وييجوا من مكان السفارات أو بيوتهم إلى داخل النادي الأهلي في يسر،
فده بيدل على ان مصر هي معقل الامان، ودخول مصر ان شاء الله امنين، ان مصر كمان ايه تحتضن جميع الناس، تحتضن العالم كله. فده بالنسبه على مستوى الدوله، ان احنا قادرين على ان ننظم اي بطولات، قادرين في امن، في سياحه، في انتشار، كل الكلام ده موجود. ده يدل بالنسبه للنادي الاهلي. فطبعا تملي بيعضد النادي الاهلي هو النادي الاول في مصر وفي افريقيا، ويكون ومن الانديه العالميه اللي جميع السفارات بتتجه انظارهم اليها. والنادي الاهلي كمنظومه مصر، نادي بتخش النادي الاهلي تحس بالرقي، بتحس بالتنسيق، بالسلاسه، الناس سعداء انهم متواجدين جوه قلعه النادي الاهلي. فهذا الكلام يعني طبعا احنا مهما نتكلم عن النادي الاهلي، فطبعا النادي الاهلي ابو الانديه يعني. فان شاء الله يعني ده يدل على ثقه العالم كله في كيان النادي الاهلي. احنا بنشكر ربنا، احنا يعني انا بعتبر نفسي من الفريق العمل للعام الثالث على التوالي. الحقيقه البطوله السنه الاولانيه كانت الرساله اللي كنا بنوصلها للعالم كله، ان مصر امنه وان مصر مطمئنه. وفعلا الرساله دي وصلت عن طريق سفارات الدول. السنه دي احنا بنضيف حاجه اخرى تانية لهذا المفهوم، ان مصر هي جسر التواصل في العالم العربي والعالم الافريقي للاخر. العام دوت الحقيقه يعني عام مهم جدا جدا وفاصل في التاريخ المصري. احنا دلوقتي يعني بدا جسور التواصل من خلال بطولات زي هذه البطوله، ننفتح على الاخر. والحقيقه آن الأوان ان انفتحنا على الاخر هيفيدنا وهيفيد الاخر. الاخر المقصود به هو الجنسيات الاخرى والحضارات الاخرى والدول الاخرى. الحقيقه هم لما هيبداوا يفهمونا واحنا هنبدا نفهمهم، هيسهل علينا امور كتير جدا 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 في العالم. هيصبح في نوع من التسامح ونوع من السماحه في العمل. والحقيقه بهذا التواصل احنا بنحاول ان احنا نقتل ونقضي على رؤوس التطرف ورؤوس الارهاب في اي مكان كان. الكره القدم دائما وابدا هي الأداة الأولى اللي بتتواصل ما بينها الأجيال وبتتواصل ما بينها الحضارات. الحقيقة الفكرة دي النهاردة فكرة عظيمة جدا جدا جدا. احنا بنقول ان احنا لما بنتواصل معاهم وبنلعب معاهم، هم مننا وعايشين مننا. كل سفارة موجودة في مصر هي قطعة من دولتها اللي موجودة خارج مصر. الحقيقة انا بشكر جدا السفارة الألمانية صاحبة الفكرة من أول يوم. والحقيقة بوجه شكر عظيم للنادي الأهلي الكيان العظيم، لأنه دايما النادي الأهلي بيفكر خارج الصندوق. الحقيقة المردود اللي هيجي من البطولة دي مش هيجي للنادي الأهلي فقط، ده هيجي لمصر كلها. جسر التواصل اللي موجود قدامنا ده جسر مش في دول أوروبا فقط، في دول أفريقية مشاركة، أمريكا بتلعب دلوقتي. كل سفارة من هؤلاء السفارات هي قطعة دولة موجودة على أرض مصر بتمثل دولتها. الحقيقة أنا بشكر النادي الأهلي جدا جدا، بشكر اللجنة المنظمة للنادي الأهلي المتمثلة في أعضاء مجلس الإدارة المحترمين جميعا برئاسة الكابتن محمود الخطيب طبعا والكابتن خالد مرتجى، مش عايز أنسى حد. وبكرر شكري تاني للعاملين بالنادي الأهلي بفرع الشيخ زايد برئاسة مدير فرع الشيخ زايد. الحقيقة وجهوا لينا ووفروا لينا كل مقاومات النجاح، مش المقاومات اللوجستية فقط، مش فقط توفير المكان أبدا. من أول يوم وإحنا شغالين في هذا المكان تم توفير كل شيء من قبل الإدارة اللي بتدير هذا المنشأة العظيمة، فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد. شكرا. في الآخر لازم أقول مصر بخير، ومصر قادمة على خير أعظم. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وشكرا لكم.
applaud organization. مبسوطين بوجودنا هون. هو لعبنا السنة الماضية وهيدي تاني سنة نحن بنشارك بالتورنمنت. وبنشكر الأهلي كلوب اللي مقدمين هالمشروع الكبير. تنظيم يعني كتير كتير to the top. Thank you للأهلي كلوب على اللي عم بيقدموا لنا هالفرصة الكويسة لحتى نكون مع بعض. نحن كندا هي مجموعة من الكنديان ديبلوماتيك كورب ونحن بيشرفنا انه نعمل تيم ونجي ونكون عضو بهالمشروع الكبير. هيدا السبور على طول هو بيجمع الناس بشيء كتير كتير اوبتيمستيك يعني كتير بنفرح فيه يعني العالم بتجمعها لو شو ما كانت افكارهم وطوايفهم ومنطقتهم. سو السبور كتير كتير مهم لكل البلدان العالم ونحن فخورين اننا مشتركين فيه. بنقول لهم على طول خليكم فرحانين والتضامن كتير كتير منيح واللي بيقدر يجمعنا بشكل سلام وأمان هيدا اللي لازم نتمسك فيه. الحمد لله احنا دايما بنقول دور النادي الاهلي اكبر من كون دوره رياضي يعني دوره مجتمعي يعني لازم تكون مشارك في اي تفاعل اجتماعي سواء مع الانديه الاخرى مع السفارات اللي هي بتمثل دول كبيره اوروبيه واسيويه وافريقيه. فالنادي الاهلي دايما الحمد لله يعني يمكن لسه امبارح كان البروتوكول تعاون مع يعني وزير التعليم دكتور طارق شوقي في تخصص وفي مجال معين تعليمي. النهارده اهو مهندس خالد طبعا وتنظيم بطوله كبيره زي دي فيها دول من كل القارات ده يعني بيوطد علاقات النادي الاهلي مع كل الدول المختلفه وده اعتقد بينعكس بالايجابيه سواء على النادي او على اعضائه او على جماهيره. وبرده حاجه سياحيه طيبه جدا لمصر ان كل الاجانب والممثلين في السفارات يكونوا موجودين النهارده في تنظيم جميل زي ده ان شاء الله كله يكون سعيد بيه باذن الله. ما هو ده بالظبط ان ده دور النادي الاهلي هو دايما يعني يكبر يعني كاكبر نادي في مصر وافريقيا ان هو الفاليو السياحيه بتاعت مصر لازم النادي الاهلي يشارك ويساهم فيها في حتى في على الاقل في الناحيه الرياضيه كسياحه رياضيه يعني. دا
ده بنحاول نعمله من خلال تنظيمنا للبطولات المختلفة، من خلال تنظيمنا الأحداث كبيرة وعالمية زي دي. على هامش ده الناس بتيجي وبتتبسط وبتتفاعل مع الناس اللي عندك في النادي، وبتعمل لهم جولات سياحية خارج إطار البطولة. كل ده دور مهم قوي للنادي الأهلي يعني. مفيش شك زي ما قلنا طبعا دي من ضمن برنامج عائله الاهلي اللي احنا دخلنا بيه الانتخابات برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ان النادي الاهلي مش بس له مسؤوليه رياضيه فقط، لا هو مسؤوليه مجتمعيه. النهارده النادي الاهلي وارض النادي الاهلي في الشيخ زايد اما تحتضن 21 هيئه دبلوماسيه بيتنافسوا في مباريات كره قدم او في بطوله كره قدم، مفيش شك ان ده اضافه لمصر، وبتدي رساله للعالم كله ان مصر دي بلد الامن والامان، وان بلدنا دي يعني دايما فياضة في كل ما هو بيخدم كل من يجي هذه البلد. فالحقيقة زي ما قلنا دي ثالث سنة، إن شاء الله يبقى في استمرارية. النهاردة السفارة الألماني أديك شايف الانطباع، ويمكن في كلمة نائب السفير في الافتتاح قد إيه بيثني على النادي الأهلي ويثني على الإمكانيات في النادي الأهلي. كل الناس هنا كل الإمكانيات متاحة ليهم الحقيقة، كل اللجنة المنظمة، الإدارة التنفيذية هنا بقيادة اللواء محمود الفيشاوي، كل الناس فاتحة كل دراعها إنها تعمل حاجة محترمة تليق باسم النادي الأهلي وتليق ببلد كبيرة وكيان كبير زي ألمانيا. فالحقيقة حاجة تفرح، حاجة تشرفنا كأهلوية، وحاجة تشرفنا كمجلس إدارة إن احنا موجودين في هذا المحفل. وبإذن الله تعالى دايما يبقى فيه تقدم، وإحنا دايما بنعمل في صمت ما بنتكلمش كتير، لكن أديك الحق شايف الناس كلها بتقول الحمد لله إن كل التنظيم على أعلى مستوى، وإن النادي الأهلي ما بيعملش حاجة إلا ما تبين دي بيبقى دي مروحة. بشكر حضرتك جدا على تواجدكم معانا. دايما قناه النادي الاهلي والنادي الاهلي عامه اسم كبير ومتواجد دايما في ملاعب النادي الاهلي لكل القائمين على قناه النادي الاهلي. بشكر طبعا كابتن عمر ياسين النهارده كان موجود معانا، وكل يعني مش عايز انسى حد يعني في قناه النادي الاهلي. طبعا بطوله النادي الاهلي الدبلوماسيه دي خلاص بقت معروفة، بقت السنة الثالثة على التوالي هنا، وده خلاص بقى يعني حاجة تقليدية بقينا تعودنا على ان في بطولة كبيرة زي دي موجودة على ملاعب النادي الاهلي. فاحنا ده شرف لينا احنا كسفارة ألمانية ان انتوا تكونوا موجودين هنا النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي. بشكر المهندس خالد مرتجي على تواجده دايما معانا والسبورت اللي هو بيديه للسفارة الألمانية دايما. النادي الاهلي اسم كبير واكبر اسم في مصر وفي افريقيا، فطبعا لما يكون في تعاون ما بين النادي الاهلي والسفاره الالمانيه في حدث كبير زي ده، وحضرتك عارف طبعا اهداف بطوله الاهلي الدبلوماسيه بان هي بتوطد العلاقات ما بين الشعوب وما بين السفارات كلها، دي فرصه كويسه جدا. حضرتك زي ما شفت طبعا ان في سفاره كتير كانوا متواجدين بيلعبوا حتى، فدي فرصه كويسه جدا يعني. رساله واضحه خلاص يعني، احنا ثالث سنه، ف يعني انا من ناحيه وجهه نظري الشخصيه ان طبعا ده بيدل على امن، يعني رساله لتنشيط السياحه المصريه، وبيدل على ان طبعا لما يكون في يعني علاقات او الثقافات اللي موجوده هنا اللي ما بين اللي بتمثل السفارات هنا دي ليها معنى كبير جدا. فانا مش محتاج ان انا اشرح يعني قد ايه الهدف من البطوله زي دي، الدنيا واضحه جدا يعني، ورساله اظن وصلت يعني، فالموضوع واضح يعني.